معنا ريفيرونس ومرجع من مراجع كرة اليد التونسية والعربية، مدرب درب أكبر ومعناها الأندية وأشهر الأندية التونسية، كيف كيف مدرب حط بصمته مع المنتخب التونسي وصنع تاريخ ما يتنساش، درب كيف كيف المنتخب المغربي، معنا المنتخب السعودي وكيف كيف المنتخب السعودي، معنا سي السيد العياري المستشار الفني الوطني للجامعة التونسية لكرة اليد. سي سيد مرحبا بك في 2040، مرحبا بك على موج امبيونس اف ام، فرصه باش نحكيو معك سي السيد فيونو. كما قلت بكري في التقديم، السيد العياري ريفيرونس في كره اليد التونسيه، ما نجموش نحكيو على مشاكل والحلول المقترحه للمشاكل كره اليد التونسيه من غير ما يكون السيد العياري مساهم في النقاش هذا. حبينا نتواصلوا معك باش نحكيو شويه على كره اليد التونسيه، تقييمك للمستوى اللي موجود تو، وشنو الحلول اللي تشوفها انت بتبيع بحكم خبرتك. يمكن السؤال الاول كسؤال تمهيدي، شنو تقييمك للمشاركه التونسيه في المونديال سي سيد؟ باي شكرا على الاستضافة، ونحب نحيي الاصدقاء احداك في الاستوديو وكل الساده المستمعين. انا نحب نقول اللي المشاركه نتاعنا، بديت بالسؤال الاول، المشاركه الاولى في مشاركه المنتخب في بطوله العالم الاخيره، كنا نحصلوا على ممكن نتيجه احسن، وشفنا نحن مقابله اللي ممكن هي اللي خلات الكفه تميل اكثر الى اللعب كاس رئيس الجامعه الاتحاد الدولي. لا كنا نمر للدور الثاني، لكن شفنا اللي شكل البطولة العالم السنة هذه بعدد كبير متاع المنتخبات خلى الترتيب يكون بالطريقة هذه، وهذا شيء طبيعي جدا على مستوى كرة اليد. كرة اليد كرة اليد والأداء، أنا أقول الأداء كان نقول أنا طيب نظرا للظروف اللي مشى فيها المنتخب، ونظرا للصعوبات اللي لقيناها على مستوى المقابلات الوديه، في غياب نقول انا بطوله قويه، ونقول على الاقل ما لا يقل على 6-7 جولات في البطوله. هل الوضع الصحي هو اللي خلى الاختيارات تكون ممكن ما خدمتش كره اليد، متخوفين من الاصابات نتاع الكورونا؟ المدرب خير باش ما يشاركش في البطولة، باش يتف باللعبية نتاعو، باش يربح أكثر عمل على مستوى التربصات المحلية. نقول أنا المنتخب لو مشى بكل عناصره اللي موجودين واللي كان مبرمجين باش يمشيو، فما لاعبين اللي مكان خلاو شغور كبير، خاصة 4 أيام قبل بداية بطولة العالم، وهنا نخص بالذكر أمين بنور، كيما شويرس، كيما حسني، هذا متاع آخر لحظة، والمدرب ما عادش عنده ولا فرصة باش ينجم يعوضهم في نفس المستوى، ولاعبين النخبة متاعنا في تونس مع الناس اللي ينجم يكون مستواهم تقريب نفس المستوى متاع اللاعبين هذا. وبالتالي مشينا في ظروف صعبة، والحمد لله أنا أقول الأداء كان مرضي، لكن النتيجة كنا نتحدث على مرتبة أحسن لو كان شوية حظ معنا وشوية تركيز في آخر مقابلة البرازيل. أنت يمكن جبت على نظام البطولة، أو أنه البطولة متاعنا ما كانتش دافع لانه المنتخب يقدم مردود كبير، كيفاش تشوف سي السيد إمكانية اصلاح نظام البطولة الحالي، وانه فما اجماع كبير على انه البطولة ب 21 فريق ولا حتى 16، ما تنجمش تعطينا مقابلات كبيرة، وما تنجمش تحسن المردود متاع اللاعبين الدوليين اللي ينشطوا في البطولة التونسية؟ أكيد هي البطولة تاع الموسم هذا كانت استثنائية بظروف نتاع الكوفيد ونتاع الوقت هذا، اللي البطولة شوف وقتاش بدات مقارنة وقتاش فات البطولة نتاع الموسم اللي فات،
وقت البطولة هذه، وشنو المدة الزمنية لقاعدة التحضيرات؟ المدرب خير تحضيرات وتربصات داخلية خير من اللي يخلي اللاعبين يلعبوا في بطولة اللي مش مهمة كبداية كمرحلة أولى من البطولة. هذاك علاش خلى التحضيرات معناها نقول أنا متواضعة جدا بالعدد الضئيل بتاع المقابلات الودية، وخاصة تحت إشراف مدرب وطني جديد اللي هو سامي السعيدي، وأول معناها أول لقاء معاه مع اللاعبين باش يتعرف على اللاعبين باش يحضر طريقة لعب دفاعا وهجوما، باش كل اللاعبين يتأقلموا مع بعضهم ويكسب شوية لحمة ما بين اللاعبين. وشفنا اللي ما لا يقل على 8 أو 9 لاعبين، إذا نقلب على الاعتبار زوج لاعبين من المنتخب الأواسط اللي خذاهم باش يربحوا أكثر تجربة على مستوى الحضور، على مستوى كسب الخبرة معناها من المدارس. وهذا الشيء اللي خلى كما قلت النتيجة النهائية كانت في المستوى اللي نحن وصلنا له. وهذا الشيء اللي أنا أقول كرة اليد ما تقعدش في إطار بطولة العالم للأكابر أو بطولة العالم للأواسط أو للأصغر. أنا رأى بطولة العالم هي نقول أنا هي معناها توجه معين. تطور كرة اليد السنوات الأخيرة يجي نحن على مستوى محلي كمدربين كإطار فني كمسؤولين كلجنة فنية كإدارة فنية يزلنا نعرف ونحب ونمشيه. ونحن نشوف المشاركات متاعنا العالمية الدولية اللي تقريب ما لا يقل المشاركة. أنا الرأي اللي يزمنا نطمح في أهداف عالمية دولية، ويكفينا الأهداف الإفريقية أو كسب بطولة إفريقيا، وخاصة بطولة إفريقيا سواء اللي معناها تقريب ما بين تونس ومصر في المشاركات الأخيرة معناها نقولها تكتفي بمقابلة في بطولة إفريقيا، وهذا مش الهدف اللي نقوله. بعد كسب التجربة وكسب الخبرة وكسب نقول أنا اللاعبين اللي عندنا اللي يدربوا أندية كبيرة واللي يلعبوا خارج أرض الوطن عندنا من الهدف البشري باش نطمحوا إلى ما هو أحسن، والهدف بتاعنا يكون هدف نقول أنا على مستوى دولي. ولما لا ما نطوروش ونمشيو في التوجه بتاع تطور كرة اليد الافريقية باش نجموا ننهضوا كرة اليد نتاعنا انطلاقا من التكوين القاعدي. وهذا نقول انا المرحلة المهمة اللي ممكن نحن ما نعطيوهاش قيمة كبيرة ياسر، اللي هو التكوين القاعدي ورسكلة المدربين وتأطير هالهياكل هذه انطلاقا مع تطور كرة اليد العالمية، باش نجموا نتكلموا نفس اللغة، والتكوين يجب يكون موجه كيف باش نخلقوا لعب دولي اللي متوفرة فيه شروط كرة اليد العصرية كرة اليد العالمية. صحيح. وبالتالي انطلاقا من أندية من الأصناف الصغرى مرورا بالهياكل اللي عندنا مراكز النهوض بكرة اليد، الأندية المستهدفة، المراكز التكوين، المنتخبات الجهوية والمنتخبات الوطنية، هذا كل مراحل مهمين. وخاصة كرة اليد اللي تختلف على كل الرياضات الجماعية عندنا مشاركات عديدة انطلاقا من الفئة العمرية تاع 13 سنة نجم نلعب بطولة عربية، نجم نلعب بطولة متوسطية، بعد نجم نلعب بطولة افريقيا للأصاغر، بطولة العالم للأصاغر، بطولة افريقيا للأواسط، بطولة العالم للأواسط، مرور وصولا الى الفريق الاول والمنتخبات اللي يشاركوا بصفة دورية من 94 الى يومنا هذا، ونحن نشاركوا في البطولات العالمية.
وبالتالي يجب يكون العمل متواصل، العمل يجب ديما عندنا تجديد النخبة نتاعنا بطريقة آلية، وإذا كان ما ينجم يصير الشيء هذا إلا ما يكون طريقة عمل واحدة، برامج واحدة، نتكلموا نفس اللغة الإطارات الفنية انطلاقا من وصولا إلى الانتخابات. ونقول يلزم تكوين الإطارات في المعاهد العليا لتكوين الإطارات كيف كيف يلزم نقربوهم للإدارة الفنية، ويكون ثم لقاءات وملتقيات باش نوحدوا طريقة العمل باش نجموا نتكلموا نفس اللغة ونكونوا اللاعب في متطلبات مؤشرات اللاعب العصري اللي شفنا قبل من جملة النقائص نتاعنا، اللي اللاعب يكون يا مهاجم مميز ويكون ضعيف على مستوى الدفاع، أو يكون لاعب مميز على مستوى الدفاع وما يكونش لاعب يحسن الهجوم ويحسن الكلانة معناها المرحلة ما بين الدفاع والهجوم اللي هو توا نقطة القوة نتاع كرة القدم العصرية. السيد يمكن مواصلة في نفس السياق اللي تحكي عليه، تشوفش انه لابد من مراجعة بعض القوانين المعتمدة في البطولات الشبان نحو استقطاب لاعبين خاصة طوال قامة او يساريين اللي هي تعاني منهم كرة اليد التونسية عندها سنوات، كما عملنا قبل ونجحنا وخرجنا ملاعبية مستوى عالي وشينا بهم في الكوب دي موند 2005 وقبلها هي في عام 95 مع في ايزلندا، وكما قلنا 2005 مع النتيجة التاريخية اللي حققتها كرة اليد التونسية، تشوفش انه لابد من مراجعة القوانين هذه كما عملوا اليوم في مصر وكما عملوا في دول اخرى اللي نجحت باش تحسن مردود اللاعبين متاعها وباش تخرج لاعبين على مستوى عالي؟ شوف نحن كرة اليد التونسية عنا عادات وتقاليد كبيرة، نشوفوا السيطرة متاع الاندية على مستوى المشاركات الاقليمية في وقت ما، نشوفوا المنتخب اللي المنتخب الاول على مستوى الافريقي في الحصول على القاب، نشوفوا المنتخبات الشبان اللي كيف قاعدين معناها عندهم ترتيب مشرف على مستوى البطولات الافريقية. هذا كل نحن مش جديد عنا، لكن شنو اللي ينقصنا مع تطور كرة اليد العصرية؟ ينقصنا اللقاءات بالمدربين في الرابطات، ينقصنا لقاءات مع كل المدربين متاع النخبة باش نتكلموا نفس اللغة، ينقصنا برامج محددة حسب الفئات العمرية، كي نتكلم إناث وذكور نفس الشيء. ما ننساوش هذا كل ما يجي إلا بالإمكانيات، وكي نشوفوا الإمكانيات ونشوفوا الميزانية نتاع الجامعة ونشوفوا المداخيل في الجامعة كرة اليد، نقولوا اللي هل أهداف هذه نحبوا نوصلوا لها يلزم فما الإمكانيات ويلزم فما الظروف الملائمة للعمل، من غير ما ننساو البنية التحتية اللي تفتقرها كرة اليد التونسية على مستوى الأندية. أنا كي نشوف مثال متاع الأهلي المصري عنده ما لا يقل على 12 ملعب للأصناف الصغرى، ونشوفوا نحن أندية اللي هي كبيرة في تونس ما عندهمش، فما أندية اللي ما عندهمش ملعب واضح للأصناف الصغرى مع أوقات الدراسة اللي اللاعب ما عندوش فراغ في الوقت متاعه في اليوم، وبالتالي الصعوبات هو قلة البنية التحتية كما اللاعب مش ديسبونيبل كما نحبوه نحن. لكن كي نشوفوا نحن لي سونت دو بروموسيون اللي عندنا ولي كلوب سيبلي اللي عندنا، كي نتكلم مع مدربين اجانب يقعدوا معناها منبهرين بالسياسة اللي موجودة على الورق، لكن مع الأسف يلزم التنسيق ما بين سلطة الصرف والجامعة، على خاطر فما نقول أنا هياكل اللي تم سلطة الصرف كما
لي سونتر دو فورماسيون كيما نقول انا لي سونتر دو فورماسيون هذوما كل يلزم فما التنسيق ما بين سلطة الشرع وما بين الجامعه، لكن يلزم البنيه التحتيه ما احسن او تنظيم على مستوى الدراسه للاعبين النخبه باش تكون عندهم اقسام. وهذا راهو عملنا به في وقت ما وقت فما الرغبه وفما نقول انا لا فولونتي بوليتيك هذا عملناه صحيح. لكن عملناه في المناسبات اللي عندنا بطوله العالم مثلا 2009 في تونس بالنسبه للاصناف الصغرى بالنسبه للاصغر، وشفنا الجيل هذاك اللي يتكون قبل أربع بعد 94 ونقول انا النقله النوعيه نتاع كره اليد استغلنا في المنتخبات الجهويه رغم ما كانش عندنا هالمراحل اللي نمر بها توا على مستوى المشاركات الاقليميه والدوليه. انا اقول كره اليد هي الرياضه الوحيده اللي تنجم تمشي بعيد على مستوى النتائج والمشاركات نتاعها دوريه، بطولات افريقيا، بطولات العالم، بطولات متوسطيه. انا اقول الامكانيات مع البنيه التحتيه مع هيكل الاستركتور اللي موجودين مع التواصل مع المدربين ومع المسؤولين في الانديه اللي هما يهمهم امر التكوين القاعدي، ما نكونوش نجري ورا النتائج. ما فئه عمريه اللي فيها التكوين هو كأولوية. مع تأثير المدربين مع تكوين مدربين النخبه نظرا اللي الطلب نتاع اول الشيء اللي يلزم يكون في المنتخبات هما مدربين اللي كسبوا التجربه من كره اليد العالميه، كانوا لاعبين او التكوين نتاعهم نتاع النخبه مستوى عالي باش ينجم يخدم بالاهداف المرسومه ويخدم حسب متطلبات كره اليد. اذا نشوفوا توا التطور نتاع السرعه في اللعب نتاع الدفاع والهجوم نتاع اللاعب اللي ولا حر في لعبه مش مقيد بخطط تكتيكيه في الهجوم، هذا يعطيك الميزه ويعطيك المقدره عند اللاعب الدولي اللي ينجم يتاقلم مع كل الاوضاع نظرا اللي كره اليد فعدة تقلبات في المقابله وفعدة نقول انا ظروف صعبه اللي اللاعب اذا كان ما ينجمش يسيطر على الظروف الصعبه او يحسن التصرف مع الظروف الصعبه نجم تكون نتيجه سلبيه في الاخير. ونهايه المقابله كما في المنتخب يجب استعمال كل اللاعبين نظرا اللي نسق ولا كبير ياسر، وكل لاعب عنده ميزه نتاعو واللاعبين يلزم يكونوا يتكاملوا باش نلقاو كل اللاعبين متوفره فيهم متطلبات اللاعب الدولي، وهذا كل يرجع للعمل القاعدي على مستوى الانديه والانديه المستهدفه لكلوب سيبلي وعلى مستوى المنتخبات الصغرى الشبان يلزمهم القهوه، وهذا كل يلزم الامكانيات وبرامج. وهذا الشيء اللي مش غريب علينا في وقت ما كان عنا، لكن نحن رجعنا الى الوراء في الظرف اللي كل شيء غلاء والامكانيات الامكانيات غلاء اكيد. سيد بربي باش يتفاعل معك زميلنا محمد عبد الهادي اكيد عنده اسئله باش يسالها في نفس الاطار يعني في كره اليد التونسيه. نحب نرجع بالله كما ترى شمالا تفضل سي سيد نرجع للقوانين. انا نتبع فيكم في السؤالات نتاعكم. القوانين مثلا عندنا قوانين يلزم نجتهدوا ويلزم فما لجنه نتاع قوانين حسب الوضع الحالي نتاع كره اليد المحليه او كره اليد العالميه او الشيء اللي صاير. نحن نشوفوا مثلا عندنا لاعبين شبان اللي يصير استقطابهم من دول اخرى وعندهم ما ثم حتى شيء ينجم يحمي اللاعبين هذو. صحيح. يلزم على مستوى القانوني نحميوا اللاعبين نتاعنا الشبان بعقود او بقرار من الاتحاد الدولي باش نحميوا اللاعبين نتاعنا الشبان اللي هما مع الاسف اللي نقول انا صار استقطابهم بدون مبرر
وبطريقة مفاجئة وخسارة للأندية وخسارة للمنتخب. كيف كيف اللاعب الدولي يلزم قانون متاع اللاعب الدولي، تنقلات المحلية يلزمنا نراجعوا تنقلات المحلية، وهذه كل اللي عندها علاقة بتطور كرة اليد في تونس مقارنة بتطور كرة اليد على مستوى العالمي، والمشاكل والصعوبات اللي نلقاو فيها اللي فما قسط كبير يرجع للناحية القانونية اللي يلزمنا نراجعوه ويلزمنا ناخذوه على الاعتبار. محمد معك سي سيد تفاعل معك. مرحبا بك سي سيد، نورتنا على راديو امبيونس اف ام. سي سيد نحبوا معناها زاد نظام البطوله بالحق، معناها 21 فريق ما شفناش معناها ماتشوات كبار، حتى الملاعبيه اللي مشات لعبت الكوب دي موند معناها ما لعبوش دربي ما لعبوش كلاسيكو ما لعبوش الماتشوات اللي معناها يكون فيهم ريتم عالي وتكون معناها الملاعبي يلعب فيهم 60 دقيقه. هذا اكيد انت شفتوا ضر منتخبنا برشا بحكم زاد لعبنا ضد منتخبات معناها اللي الريتم نتاعها عالي وما يوقفش. نظام البطوله كيفاش تشوفه انت السيد معناها اللي يساعد اللاعب التونسي؟ اكيد والله انا رايي الخاص، نحن على كل حال الاداره الفنيه بدات في المشروع هذا اللي بالنسبه للموسم المقبل مش يكون مجموعه النخبه اللي تتكون من 12 فريق، لكن هذا مش كافي. 12 فريق اللي هي فما بطوله وفما الكاس. انا اقول في دول اخرى وفما مقترحات اللي موجودة توا اللي فما دورة النخبة، نجم نضيف لقب آخر ثالث اللي هو دورة النخبة، ودورة النخبة هذه نجم تصير على مرحلتين. المرحلتين نحدوها حسب المشاركات متاعنا الدولية، تكون دورة تسبق بطولة أفريقيا وإلا بطولة العالم، وتكون دورة تسبق مثلاً الألعاب الأولمبية أو الألعاب المتوسطية. وهذه اللقب الثالث هذا يزيد يعطي حماس للأندية، نظرا اللي فما أندية اللي تستاهل باش تلعب على لقب، وإذا كانت تلعب على لقب نعرف اللي مش تتحسن ونعرف طموحات نتاعها مش تكبر. ونلاحظوا كل مع بعضنا اللي فما غياب الأندية التونسية في المشاركات الإقليمية، بطولة أفريقيا في وقت ما كنا مسيطرين على بطولة أفريقيا متاع الأندية، توفى ما تراجع تولينا معناها نحبها نرى نحن خير من الأندية المصرية ولا أقل من الأندية المصرية، هل نشارك وألا لا يقدر ممكن نهزم. إذا كان الفريق يكون جاهز على كل المستويات كما تحكي أنت، بطولة تكون معناها قوية وفما دورات، خطر المشاركة في دورة تختلف على البطولة مقابلة في أسبوع، دورة متاع ثلاثة أيام تلعب ثلاثة مقابلات شكل تقريب الألعاب الأولمبية، أو نهار بعد نهار شكل تقريب بطولة العالم. وهذا هنا اللي من الناحية الذهنية ومن الناحية البدنية هذا اللي يتطلب باش يكون من جملة الإمكانيات متاع اللاعب الدولي باش يعرف يتحمل هالنسق هذا ويعرف كيف يلعب مقابلات بالصعوبات اللي فيها. نحن كي نشوفوا مقابلة البرازيل اللي في اللحظات الأخيرة، هل عندنا مقابلات في البطولة متاعنا أو في دورات محلية اللي اللاعب ممكن يلتجئ الى اللحظات الاخيره باش تعرف شكون معناها اللي ماشي يكسب المقابله او اللي ماشي ينهزم. هالظروف هذه واللعب وانضباط اللعب في اللحظات الاخيره في الظروف الصعبه ما تجي الا بالمقابلات اللي تشبه للظروف اللي نعيشها في بطوله العالم. وبالتالي البطوله المحليه يلزم يتحدد الوقت متاعها وشكلها، يلزم يكون قبل بموسم معروف، وبداية التحضيرات يلزم تكون موحدة، والتحضيرات على مستوى البدني يلزم نكثف المجهودات ونقرب لبعضنا للإدارة الفنية حتى المعدين البدنيين متاع الأندية. وهذا شيء اللي جاري به العمل في فرنسا
كل نادي يعرف البداية متاع التحضيرات في النهار الفلاني اللي هو لكل الأندية والتحضيرات البدنية يلزم لقاءات ويلزم غيره باش نوحدوا طريقة العمل باش اللاعب يتنقل من نادي لنادي أو من فريقه للمنتخب مش يلقى نفس اللغة ونفس نقول أنا التوجه وهذا اللي مش يسهل مهمة المدرب الوطني. السيد يمكن في نفس السياق تشوفش أنه لابد من صياغة أسلوب لعب طريقة متاع لعب موحدة بين كل المنتخبات الوطنية نحو تأسيس لمدرسة تونسية في كرة اليد كما نشوف المدرسة الإسبانية والمدرسة الكرواتية المدرسة الفرنسية. هذا اللي يمكن ناقصنا خاصة أنه ما فماش تنسيق كبير بين المدربي المنتخبات الوطنية وبين يمكن حتى المدربين متاع الفرق نحو كما قلت تأسيس لأسلوب أو طريقة لعب خاصة بتونس. معنا أنا قلت يلزم نكثفوا اللقاءات مع المدربين على مستوى الأندية ويلزم تكون عمل موحد على مستوى المنتخبات ويلزم برامج على مستوى برامج عمل في الأندية أو في المنتخبات الجهوية أو في المنتخبات الوطنية باش نجموا نتكلموا نفس اللغة نظرا اللي هل 15 سنة الأخيرة كرة اليد تطورت على مستوى العالم ونحن يلزمنا نتطوروا انطلاقا من التكوين يلزم يتطور ما نجمش يتطور وحده التكوين إذا كان ما يكونوش خبراء إذا كان ما فماش لقاءات إذا كان ما فماش معاهد اللي تغير البرامج متاعها يلزم عائلة الفنيين والمدربين متاع كرة اليد انطلاقا من المدارس متاع التكوين اللي طارات إلى مدربين الأندية إلى مدربين المنتخبات الجهوية والوطنية وغيره وخاصة كرة اليد ولت في المتناول عنها تشوف البين سبار وتشوف تدخل معناها تشوف العالم اش فيه وبالتالي قبل كانت كرة اليد الروسية كرة اليد الألمانية كرة اليد الفرنسية توا كرة اليد العالمية ولت موحدة بعض الجزئيات اللي ممكن يعملوا الفارق والفارق هذا اللي ينجب يكون يضيف يعطي الإضافة لأسلوب اللعب متاع المنتخب طبعا نفس القواعد نفس القواعد ونفس التوجه وكرة اليد العالمية هي كرة اليد موحدة كنشوفوا نحن هالدول اللي تقدمت في المشاركة الأخيرة كنشوفوا البرتغال وإن كانت وين ولات كنشوفوا الأرجنتين وإن كانت وين ولات كنشوفوا البرازيل وإن كانت وين ولات رغم البرازيل والأرجنتين عندهم صعوبات أكثر من نحن نظرا للبعد اللي موجود مع أوروبا مع المشاركات الدولية أنا أقول الفايدة في البرمجة الفايدة في الإمكانيات والفايدة اللي بس هاللقاءات اللي تقرب بس نعملوا اللي تاب الراند باش الريفليكسيون تبادل الآراء ما بين المدربين وحوارات هي اللي تعطي الإضافة وهي اللي تشرك المدربين الأصناف الصغرى على خطر هما نقول أنا الانطلاقة متاع مستقبل يكون يبشر بخير إذا كان الاختيارات تكون طيبة وعنا الهيكل متاع لسانت دو بروموشن مركز النهوض بالرياضة وهذه معناها حاجة كبيرة ياسر اللي تحت سلطة الشرف والجامعة واللي جاري بها العمل قداش من عام لكن هل فما محاسبة هل فما تقييم هل فما برامج هل فما نقول أنا التكامل ما بين الجامعة وما بين سلطة الشرف هذا كل الشيء اللي ينقصنا باش نجمو نصعدوا أو نعملوا نقلة نوعية في كرة اليد التونسية اللي كسبنا ما في كفاية من التجربة والخبرة على مستوى الأندية الكبيرة اللي هما يعطيو للمنتخب لكن كيصير فما عمل متكامل تكون النجاعة أحسن وتكون الفايدة أحسن. سي سيد بيش يتفاعل معك أيضا الكوتش طاهر الزوالي موجود معنا في الاستوديو.
تفضل. اهلا السيد شاحولك لاباس. مرحبا مرحبا. والله تو ياكد لي السيد كلامه معناها لو يلزم مع التكوين هذا الكل تكوين المسؤولين، خاطر كيقول السيد المدرسه البرتغاليه وشفنا البرتغال وين وصلت. باولو بيريرا امس في الايام كان موجود في تونس ونا با اكسبلواتي معناها الامكانيات اللي عند باولو بيريرا، وهذا يراجع للمسؤولين اللي كانوا موجودين معناها بوتاتر اليوم يلزم المسؤول وكلام السيد هذا باش نعاودوا يعني المسؤول يلزم ندخلوه في الدوره نتاعنا، خاطر اليوم ممكن باولو بيريرا كان استحفظنا عليه وكان ممكن كان يكون في بروجي، كان البروجي اللي ماشي البرتغال كنا نجموا تخدم معنا في تونس واس كاس افريقيا الفتيات. ان ناكد كلامك سي سيد اللي بوتاتر انت ما معناها ديما يحكيه برشا مرات انه المسؤول يلزم يكون هو عضو بارز في الدوره هذه باش خاطر هو اللي نجم يسهل كل شيء. اكيد يا طاهر، وذول اللي حكينا برشا انا وياك في الموضوع هذا، اللي قلنا الاستماعات ماذا بينا نمسوا المسؤولين نتاع الاصناف الصغرى، كيما حضور الحكام، كيما التحكيم في الاصناف الصغرى، كيما في تنظيم البطوله نتاع الاصناف الصغرى، كيما المساحه الزمنيه اللي تاخذها بطوله الشبان، وقدمناه شيء هذايا في تقارير الجامعه والاداره الفنيه، اللي كونه اللاعب اصناف الصغرى النشاط نتاعو في 12 شهر ما يفوتش 7 شهور، وخمسه شهور يعديهم في الحومه نتاعو، وممكن يتنقل من كره اليد لكره القدم في الموسم القادم. وبالتالي يلزم الفوليوم دو ترافاي يتحسن، يلزم استعمال القاعات او الدورات الوديه او المشاركات حتى فاكولتاتيف خياريه نعطيها باش نعبيو هالفتره الزمنيه نتاع الصيف. معناها العطله تدوم خمسه شهور اكثر من اللي نخدموه في الموسم، التحضير للبطوله والمدربين اللي تفكر على النتيجه النهائيه، والمسؤولين ممكن الحضور نتاعو يكون يوم المقابله. هذاك علاش اللي قلنا يلزم لقاءات مع المسؤولين اصناف الصغرى، مع مسؤولين الفروع اللي هما عندهم القرار، يلزم يكون حلقه هما مع الاداره الفنيه مع الجامعه باش نجموا ننهضوا بكره اليد على مستوى الاصناف الصغرى، ونحسنوا العمل على مستوى النخبه انطلاقا من لي كلوب سيبلي اللي وقتها تشوف اللعب النخبه بدا يتصور قدامك وتنجم تركز عليه في الاختيارات، باش الاختيارات نتاعنا تكون متواصله وما يكونش فما فراغ في مراكز كما توا عنا، كما نشوفوا توا مثلا قلة اللاعبين اليساريين، قلة اللاعبين طول القامة، قلة اللاعبين اللي من الخط الخلفي، طريقة اللعب اللي حكينا فيها في الاجتماعات الأخيرة في الرابط في اللقاءات مع الرابطات، مع الأسف اللقاءات ما خذوش رواج كبير للحضور نظرا للوضع الصحي، للحضور يكون ضئيل، وهذا الشيء اللي نحن مشينا فيه نظرا اللي الظروف تفرض علينا شيء هذا. أما نقول اللقاءات لازم تكون بعد كل مشاركة، مش المشاركة نتاع الفريق الأول كهورا كرة اليد راهي تبدأ من الأصناف الصغرى، وأنا عندي مثل كبير ياسر كان تعطيوني فرصة باش نزيد نتكلم، اللي كونه أنا كنت من الأوائل اللي اقترحت في وقت ما 2003 باش نجيبوا مدربين اجانب، مدربين اوروبيين، نظرا اللي كرة اليد اوروبيه، وكرة اليد قاعد نشوفوا فيها تتطور. قبل ما يكون عندنا البين سبورت توا ونحن مواكبين والدوكيومنتاسيون عندنا من كل بلاصه، كنا يلزمنا مدربين اجانب. شفنا المدربين الاجانب واسامي كبيره بارك الله فيهم، جبنا زوران، جبنا سعد افنديت، جبنا لامبورت، لكن هذوما ممكن حتى كي مش يفيد المنتخب الاول، اذا كان يلقى اللاعب عنده نقايص على مستوى التكوين. شفنا اللي فما مدرب من غير ما نذكره اللي حب يغير لكن ما نجحش في التغيير، نظرا اللي اللاعب خذا عادات وتقاليد وغيره بطريقه معينه اللي يلعب بها التغيير في
في الفئة العمرية متقدمة فريق الأول ما يفيدش، ممكن يصير له بلوكاج اللعبة ذاك. لكن أنا نأكد اللي كونه العمل القاعدي صحيح وتطورات كرة اليد ما تنجم تواكبها إلا بالتكوين الصحيح، التكوين العصري اللي يتماشى مع متطلبات كرة اليد العصرية. أكيد سيد مشكور طبعا على تدخلك معنا، أكيد استفدنا برشا لأنه اسمك وخبرتك في كرة اليد التونسية. نذكر المستشار الفني الوطني للجامعة التونسية لكرة اليد سيد العياري كان موجود معنا عبر الهاتف.